نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقال الغانم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا رد لقضاء الله وقدره والموت حق فاجعتنا كبيرة ومصابنا جلل، برحيلك أيها القائد والوالد والمعلم سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله. عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ولأهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجاً ومثالاً للحاكم العادل والحكيم. وأضاف الغانم: برغم إيماني بقضاء الله وقدره إلا أنني عاجز حالياً عن تصور كيف لن ألتقيك مجدداً. أستمع إليك وأنهل من حكمتك وأستفيد من تجربتك الطويلة. لقد كنت أيها الوالد درعاً لهذا الوطن وأباً للجميع وحامياً لمكتسبات الشعب الدستورية. عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها. واختتم الغانم بقوله رحمك الله ايها الامير الجليل واجعل جنه الفردوس الاعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان انه سميع مجيب